بدون لغة خشب. كيبين شي حويجات غريبة اللي وقعت في المباراة. يمكن ما كانش غير مباراة الرياضة فقط، عاد يمكن الناس تحضروا الحضور والإصرار ديال الرئيس الفرنسي الحضور، الغياب ديال الأمير القطري على المدرجات كما جرت عادته في المقابلات ديال المنتخب المغربي. هادشي كله بان بينه ماشي غير الكره وقيله، ولا لا منصف؟ ما عرفتش واش غادي نكونوا كنبالغوا. انت الاصداء اللي عندك من الدوحه عزيزي رضوان، انا وهنا مسموح لك تستعمل لغه الخشب، ماشي مشكل. لا 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 تفضل. ما عرفتش اني غادي تصيبني انا. من متبع السير رضوان هو انه ما تنبغيش تلعب على عمليه تجميع بعض المعطيات واعطاء واحد النتيجه او تاويل. ربما هذا واحد اجتهد وطلق هذه الاشاره هذه ودارت بوم هنا، لانه جمع واحد المعطيات متقاربه. متى نقولوا بانه عدم حضور الامير تميم لمباراه المغرب اللي هو التعود، وربما راه كاين واحد سبب معين عدم الحضور ديالو. علاش غادي نربطوا بانه بسبب وجود مؤامره؟ نقدر نقول لك انه تكون مؤامره ويحضر هو، يكون عارفه ويحضر كاع. شنو المشكل يعني؟ شنو فرضنا شنو غادي يوقع الا حضر ولا ما حضرش والمؤامره كاينه ولا ما كايناش؟ زائد حاجه اخرى، وهي مثلا ربطوا شي اشياء بالتحكيم بالفار، كون كان ما وقعش هذوك الحالات مثلا، كون ما وقعش هذوك الحالات ديال ضربات الجزاء، اذا هنا شنو المعطيات اللي غادي يزيدوا باش يعطيونا هذه المؤامره هذه؟ انا اعتقد يعني في نظري نتمنى يكون شي تاويل اخر او شي معطيات اخرى جديده تاكد ذلك، ولكن الى حدود هذه المعطيات المتوفره وللتروج لا، اعتقد بان الامر ربما شعبوي شويه وفيه شويه ديال المجازفه في الحديث وايضا حتى المبالغه. لا اتمنى ان ننساق وراء هذا الامر، لان المعطيات هي بسيطه جدا. كيفاش انه ما حضرش؟ حضر الرئيس الفرنسي كذا. انا شخصيا ما تنبغيش نمشي مع هذا الطرح هذا، الا كانوا معطيات دقيقه جدا وواضحه بالامكان ان نمشي معه، اما غير ذلك فاعتقد انا شخصيا هذا كلام يعني ما عندوش حتى شي اساس او شي معطى واضح. بدون لغه خشب.